صباح الخير، صباح المحبة على كل مشاهدي قناة الشرقية. اليوم حلقة الأولى من صباح الشرقية لسنة 2017. يا رب تكون سنة خير ومحبة على جميع العراقيين. حلقتنا لهذا اليوم أكيد راح تتضمن عدة فقرات ومعلومات احنا نستفاد منها من حياتنا اليومية. بس قبل كل شيء وقبل أن ندخل المواضيع المهمة، أكيد راح نشوف صباحات العراقية من محرك السليمانية وبعدها راجل. سنة اي سوينا حفله من رجعت اخذت برد، يعني مرض حتى صوت سلامتك يعني معك انفلونزا. اي والله سلامتك ما بغير العافيه. مترين؟ لا مترين يعني يقولون ريوق. شباب جبنا ريوق عود. اوكي تمام. انت هم فكرت اليوم يعني او انت متريق ريوق عراقي شعبي مثلا باقي اللي بدينا خلينا نقول او باكه؟ اي طبعا، يعني احنا هاي الأكلة إحنا معروفين بيها طبعاً، يعني حلوة بس شنو هي صحية ثقيلة على المعدة. ما شاء الله أصحى من الطلقة. هي صح ثقيلة على المعدة بس يعني الصحية بنفس وقتك. كل فترة عن فترة يعني مرة واحدة واحد يتريق، نتريق يعني بوقت متأخر، يعني مثلاً يعني شو متأخر يعني بالعكس يعني من الفجر، يعني شون الفجر من يعني من الصبح تكون نتريق. أنت صعب تقعد أصلاً؟ والله أنا حسب يعني مرات حتى نعرف تلحق على الريوق متلحق. لا يعني حسب يعني مو يعني مرات أقعد الصبح مرات أقعد الظهر، يعني شوية الأوقات مخربطة حسب الشغل والتعب و... تمام زين الضوء قبل بتبرد. يلا أوكي تمام. أنا ما حد رايقنا، أنا متريقة وجاية. شفت أنا شو صحية أقعد الصبح وأتريق وأجي عكسك. أنا شوية تريقت بس يعني هيك يعني من ما يعني مرات ما أتريق يعني. تمام. أنا سمعت إنه الفنانين ما يقعدون الصبح، أول ما يقعدون يعني إنه تقريباً ساعتين أو ثلاث ساعات ما يحجون، ما يشربون مي، صح، ما يأكلون على مود الخامة مواصلات، صحيح؟ لا تعرفين شلون إحنا شغلنا دائماً، يعني أنا خاصة هالفترة باستوديو فتحت استوديو شغلي كله بالليل، يعني ما نقدر نشتغل الليل. أغلبية الفنانين يكون بالليل. إيه يكون الوهس أحلى يعني، فدائماً شغلنا الليل ونسهر. يعني أنت ما تنام رأساً تريق. بسرعه تريق مثلنا. ريوق ما اتريق يعني قليل يعني مرات يعني بس يعني صار لي فتره ما دا اتريق الصبح قاعد ما اتريق. اكيد احنا كلنا نعرف انه اهم وجبه هي وجبه الريوق. اي والله انا اعرف صحي كثير بس يعني الشغل والعمل غالب على كل شيء، يعني احيانا ما نهتم حتى بصحتنا لانه
السهر الكثير واحد ينسى حتى ما يهتم، بس نحن قدر الامكان بنحاول يعني. زين، لحقت تلعب رياضه انت؟ والله فتره العب وفتره يعني متقطع يعني، مرات عندي بالبيت يعني. عندي اجهزه بالبيت. نعم تمام. زين يلا سوري انا دا اطلعك بس عاد تاكل وانا دا اطلعك. لا اني ما اطرق بس قلت يلا نموذج. اوكي لازم تاكل تشرب شيء دافي حتى نسمع صوتك الحلو. اكيد والله الصوت يا ريت يطلع ما ادري صوتي يومي مطبق يعني مرض. قلت لي ان انت وين رحت راس سنه؟ باربيل كان فندق رويال. أيه. عندك حفله؟ نعم سوينا حفله. شو كانت الاجواء هناك؟ الحمد لله كانت حلوه وناس. طبعا انا ما عيدتك، كل عام وانت بخير وسنه سعيده. انت بألي بخير. شكرا. يلا شرب شاي. عمار انت يا اغنيه تحسها قريبه عليك دائما تندنها بينك وبين نفسك؟ والله يعني من كنت صغير يعني كنت اسمع الاغاني كثيره يعني، كنت اسمع لعبد الوهاب، كنت اسمع لناظم الغزالي، عبد الحليم حافظ، وسمعت الكاظم كثير، فهاي المدارس الفنيه استفادت منها كثير يعني. كثير اغاني عزيزه على قلبي يعني. اغنيه محدده يعني ببالك بداخلك ما تنساها ابدا دائما تغنيها؟ خلينا نسمعها. كان اكو اغنيه قديمه طبعا هاي الاغنيه جددتها من بمصر اغنيه الاستاذ الكبير الراحل ناظم الغزالي، جددتها بالالبوم، راح انزلها بالالبوم ان شاء الله. ان شاء الله. مريدة الغلوبي وعيونها سود محبوبي، مريدة الغلوبي وعيونها سود محبوبي، حسدوني كل الناس شيلهم علي، أضحك كذب والنار تلتهبي، مريدة الغلوبي وعيونها سود محبوبي. اعذروني اذا الصوت شوي على صوتك برد والعرض ما شاء الله يعني مريض. يجي صوتك حلو ده غني ناصي يعني قدر الامكان. شنو اخر كليب صورته انت؟ صورت كليب الاغنيه من كلمات الاستاذ الكبير فراس الحبيب، تحياتنا لك، والمبدع الملحن علي صابر، ومن اخراج سامر حكمت، وتوزيع حسام كامل الموسيقى. زين اول فيديو كليب شو كنت نزل؟ والأغنية كانت؟ أنا ما نزلت هاي أول كليب، بس أول أغنية نزلتها عذرا قصيدة من كلمات الأستاذ سلام قزاز وألحان صلاح الشرنوبي الموسيقار الكبير، سجلناها بمصر. القصيدة كانت أنا كلش عجبتني، وطبعا إحنا غيرنا بيها كم كلام يعني. طبعا أخذنا إذن من الشاعر يعني غيرنا بيه بعض الكلام، بس عجبتني الموضوع فسجلناها بوقتها بمصر وكانت الإصداع حلو. وبعدها سجلنا الأغنية المس إيديا من كلمات وألحان الأستاذ عزيز رسام، طبعا أعطي شكر همنا الأستاذ الكبير ماجد المهندس، هو دعم الأغنية، هو كان دعم هاي الأغنية. فهاي الثلاث أغاني، وأنا مسوي ألبوم طبعا يعني ألبوم بعد ما منزلها، بيها كم أغنية تحتاج لها التوزيع ونطلع لتركيا نسجلها ومصر، بس تقريبا كاملة يعني. يعني إن شاء الله خلال هاي الفترة راح تنزل. زين نسمع منك أغنية ثانية؟ نعم. على ذوقي لو على ذوقك كيفش، بس أنا أحب طبعا أنتوا تستاهلون سمعكم هالأغنية الكردية الجديدة. أي تمام، مقطع من عدها اللي راح أسويها كليب إن شاء الله. إن شاء الله.
يعني حصري هسه حالي بالقناة الشرقية. عشقات دورت خبری من عشق و شبان ما جبت من الله الله عزتك. طبعا أنا أروح بغير عالم من أسمع على أغاني كردية كلش حلوة. تسلمي والله. هاي قلت إنه تصورها إن شاء الله بالفيديو. إيه أبدع فيها الأستاذ الكبير وصديق جدا قريب لي عبد القاهر زاخولي. كثير أبدع فيها وأنا كثير أحب إحساسها فهو لما سمعني هي قال لي هو قال هاي الأغنية لو أنا أعتزل من الغناء أغني هاي الأغنية آخر أغنية فأنا قلت له هاي الأغنية أريدها شون حبيتها ليش حبيتها؟ حبيتها كثير الكلام قريبة عليك؟ إيه نعم وطريقة اللحن وبيها إحساس يعني طبعا انا هسه ما قدمت كل تمنيت انه ما توقف تستمر ولو اعذروني يعني ما قدمت لانه لا بالعكس شويه مريض وهاي وين المرض موضه ما شاء الله صوتك يعني يعني دا احاول بكل دا اغني بكل قرار اوكي عمار انت اكثر شيء من متابعين يعني تتابع اكثر شيء انت تلفزيون لو سوشيال ميديا والله احنا ما اعتقد عندنا مجال حتى متابع بس يعني اكثر ايه لانه تعرفين السفر هوايه يعني حتى هاي الفتره كلها صادفتني كثير سفر يعني كنت كان عندي حفلات بالباخره ستارزنبورغ وهناك همينا سوينا حفلات باوروبا سويت وبالمانيا فكلها سفر رحت على مصر كان عندي برنامج غنيت مع الفنانه الكبيره مريم فارس فهاي الفتره كلها سفر يعني تعبت هوايه فماكو لنا استراحة مثلا حتى لما نجي ارجع للبيت عندي استوديو ادخل استوديو اسوي بروفات يعني ودا واني فتحت استوديو دا اتعلم الماسترينج والميكس حلو. يعني هذا الشيء لي مو قصة انه انا اسجل اغاني مالتي مثلا انا اعمل لها ميكس او هلا بس حلو لما الفنان يكون عنده خبرة بالميكس والهندسه الصوتيه تقدرين يعني هسه انت مو فارغ ابد تقعد على السوشيال ميديا تجاوب معجبين بالسوشيال ميديا معجبين يكون يروحون شلون لا بالسوشيال ميديا اوكي مرات يعني نقدر لان هو موجود يعني بالايد بس التلفزيون شباب بنات الله ايش اقول لك يعني هم هوايه بس يعني انا برايي اعتقد بنات يعني بصراحه نعمه كبيره انه حب الناس هذا الشيء احنا هذا الشيء صراحة يعني أكثر شيء معجبينك بمحافظة أربيل نعم والله معجبينك شو أقول لك يعني هو من كل الأماكن موجودة إن شاء الله ربي يعني يكون دائما على حسن ظنهم ودائما نقدم الشيء اللي هم يحبوه اللي هم حبونا بهالستايل اللي إحنا قدمنا لهم إن شاء الله نستمر ونتوفق بعملنا إن شاء الله إن شاء الله يا رب كلمة أخيرة تحب تقولها أو شيء بمطروح تحب تقوله عن من خلال قناة الشرقية راح أغني مقطع من أغنية الكليب تمام راح تكون أكيد هاي لكم أهداء لكم وأهداء للقناة الشرقية حصري فقط أكيد قناة نعم. الشرقية والبرنامج الشرقية أكيد يلا نسمع ولو هي بالعود ما راح أول مرة أغني على العود لأن أغنية جديدة مسألة طويلة ها
مقطع طويل. واللي 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 خلقني هالمرة ما عديها، انت اللي بديت اولها لا شوفك تاليها، حط نفسك بمواقف ما تنحسد عليها، والبداية حفر حفرة اكيد يوقع بيها، ومسوي روحك محترف ذكي وبد ما تنكشف، مهما بغيابي تلعب كذبت كذبة وصدقت، بس أني هسه تأكدت ماخذ بروحك مقلب، صبرك علي لا جيب عليها وطيها، وانت بعد تعرفني مجنون واسويها، تحط نفسك بمواقف ما تنحسد عليها، والبداية حفر حفرة أكيد يوقع بيها. الله الله عصاتك. تسلم. كلش حلوة طبعا. الله يخليك. حيل حبيتها. هسه قبل لنختم أريد أسمع أغنية الكاظم الساهر، ممكن؟ أكيد. اللي هي خاصة. بس أي أغنية ما شاء الله. ليش ما قلت من الأول ابتعد وانساني، ليش ما قلت من الأول لا تدق في بالي، ليش من بعد الحنين وقصة كتبتها السنين، جاية تقولي لي انسى في حياتي شخص ثاني، في حياتي شخص ثاني. تحياتنا لأستاذنا الكبير. أكيد تحياتنا الكبير للأستاذ الكبير، مدرسة فنية ما شاء الله. ما شاء الله. آه طبعا إحنا نشكرك على تغطياتنا، وجبناك من الصباح والدنيا باردة وما متريق، نعتذر طبعا كل لا متعود ما. يلا تسلمي. تسلمي. شكرا. الله يخليك. إن شاء الله نشوفك. إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. مو أول ولا تتوى آخر مرة. لا أكيد أكيد. تسلم. إن شاء الله. مشاهدينا هسه رح نترك الغناء ونرجع إلى موهبة الرسم. ويانا أسامة أياد من الموصل، طبعا هو من عشاق قراءة الروايات والرسم، يعني يقرأ الروايات ويحولها إلى الرسم. هسه رح نتعرف على أسامة أياد أكثر من خلال هذا الريبورتاج وبعدها راجعين أكيد. تشكيلي أسامة أياد، بكالوريوس فنون جميلة جامعة الموصل. كانت بداياتي هي وأنا كنت طفل، كنت صغير، كنت أعاني من شغلة الألوان، ما كنت أفرق بين هذا اللون وهذا اللون. طبعاً فضل والدتي هي اللي تعبت وياي بهذا الموضوع فعلمتني الألوان، فكانت هي هاي كبداية. كنت أرسم أفلام كارتون على الورق وأفلام كارتون على الجدران. وبعدين انتقلت من مرحلة أفلام كارتون إلى تجسيد شخصيات. طبعا هذا الشيء يعود من بعد فضل الله سبحانه وتعالى، فضل والدي، فكان هو الدعم المادي والمعنوي من خلاله.
معارض الشخصية هي أربع معارض. المعرض الأول وزارة الزراعة، والمعرض الثاني هو وزارة الثقافة بالتعاون مع القنصلية البريطانية، والمعرض الثالث هو مع منظمة اليونسكو بالتعاون مع وزارة الثقافة العراقية متحدون مع التراث، والمعرض الأخير هو كان معرضي في معرض أربيل الدولي للكتاب. أبرز المعارض إلي بالنسبة إلي هو كان المعرض الأخير للمعرض الدولي للكتاب. كانت التجربة إلي هي تجسيد الروايات إلى لوحات. كنت هذا المعرض كان إنه نجسد الرواية من خلال ملخص الرواية نجسدها بلوحة. تقريباً الأعمال هي كانت 20 عمل، أي 20 رواية، منها عراقية ومنها أجنبية. من الروايات العراقية كانت ذئبة الحب والكتب للمحسن الرملي، والنخلة والجيران، والروايات الأجنبية الجوع وسدهارتا. فكانت هي هاي أكثر هاي الروايات. ومن خلال الزوار ومن خلال رؤساء العمادات كليات الفنون من اللي زاروا المعرض، عدوا انه هو هذا يكون اول فنان عراقي يقيم معرض تشكيلي من خلال قراءة روايات وتجسيدها الى لوحات. من ضمن اعمالي اللي هسه تشوفوها العمل هو كلش عزيز بالنسبة إلي، عن الموصل، عن الأحداث حالياً اللي تصير بالموصل. طبعاً هاي اللوحة رسمتها من خلال هاي الأحداث اللي حالياً تصير، وبداية تحرير المدينة، ومساندة للقوات الأمنية، ومساندة لمدينتي اللي هي الموصل. حبيت أجسد اللوحة من خلال هذا العمل اللي هي منارة الحدباء اللي تمثل الموصل، والألوان اللي موجودة بيها، الكونتراست اللي موجود بيه من البنفسجي والأصفر. إن شاء الله سوف تشرق الشمس لمدينة الموصل. الأسلوب استخدمت أسلوب استخدمته واقعي بأسلوبي الخاص. جسدت العمل اللي هو منارة الحدباء اللي هو الشيء الأساسي اللي اعتمدت عليه باللوحة. مثل ما تشوفون هنا انه اعمالي هنا اللي موجودة بميديا جاليري اعمال من معرض الشخص الأخير، معرض أربيل الدولي للكتاب. لوحات من ضمن من روايات، ومجموعة من الأعمال أكو الأعمال الواقعية، وأعمال بالزي الكردي، وأعمال بالزي العربي، والخيول. فهي مجموعة وكم من الأعمال الفنية. أكيد رجعنا من جديد مشاهدينا فقرة الصحة، ويانا الطبيب الاختصاصي الدكتور بسمان أكرم اللي راح نتكلم عن الأمراض التنفسية. شلون دكتور؟ أهلا وسهلا بك. أكيد قبل ندخل بالموضوع خلينا نشوف هذا الروبورتاج وبعدها راجعين. هناك العديد من الأمراض التي تصيب الجهاز التنفسي لدى الإنسان. الأكثر شيوعاً منها مرض الزكام والإنفلونزا والنزلة الصدرية والسعال الديكي ومرض السل أو الدرن. وهذه الأمراض تعد خطيرة، وينصح بعدم التهاون في مراجعة الطبيب للحصول على العلاج المناسب. وكما يقال
الوقاية خير من العلاج، فالاهتمام بالنظافة الشخصية بهذه الأمراض. بعد ما شفنا هذا الريبورتاج هسه رح نتكلم عن الأمراض الموسمية والتهابات تحديدا هسه يعني بهالفترة صارت وكثرت. نعم. ممكن تتكلمنا عنها دكتور؟ شكرا لقناة الشرقية لتحت هذه الفرصة للتحدث عن الأمراض الموسمية وخاصة أمراض الجهاز التنفسي العلوي اللي معروفة عند الناس بالإنفلونزا أو بالزكام. الموسم الشتاء دائما في هذه الفترة خاصة في شهر 12 وشهر 1 عندما تتناقص درجات الحرارة خاصة كمية هائلة من الأطفال والكبار وخاصة الأطفال المصابين بالالتهابات التنفسية العليا، وطبيا قسمناها للعليا لأنها موضوع خاص وحده يختلف عن الالتهابات التنفسية. نعم. السفلى. طبعا المرضى نشوفهم عددهم كلش كبيرة، النسبة مالهم كلش عالية، الغالبية الكبرى من منهم هم الأطفال اللي راجعون للمستشفيات. طبعا أسباب هذا المرض هي أسباب كثيرة، بس في أغلبها هي أمراض فيروسية تنتقل بين الأطفال في المدارس أو في الحضانات أو في المناطق. ليش أكثر شيء تصيب الأطفال؟ الأطفال يصيبهم بحكم طبيعة الأطفال في تجمعاتهم، خاصة نحن نشاهد الأطفال يتجمعوا في المدارس في الحضائن في المتوسطات في الابتدائيات، الصفوف المغلقة أو البيئة الغير صحية في أغلب المدارس الموجودة حاليا هي تساعد على انتشار الأمراض التنفسية العليا الفيروسية غالبا. طبعا حسب لو نروح على أي حضان أو على أي روضة أو على أي مدرسة نشوف الاكتظاظ الموجود، التهوية الضعيفة اللي موجودة واللي هي تساعد على انتقال هذا المرض بين الأطفال أكثر من الكبار. شنو الوقاية دكتور؟ لأن الأشخاص الكبار يعني نقدر نأخذ أبار مثلا أو أدوية، زين الأطفال شلون نقدر؟ طبعا أكو هناك اعتقاد خاطئ في كل المجتمع أنه هي هذه أمراض تحتاج إلى علاج مكثف، علاج بالأبر أو علاج بالمضادات الحيوية، لكن المعروف عنه أنه هذه الأمراض أكثر من 95% منها هي أمراض فيروسية ما تحتاج إلى أي مضاد حيوي، ما تحتاج إلى أي قال بالشعب يقول أبرة، أي أبرة ما تحتاج، تحتاج فقط إلى علاج. هذا يقول أبرة، الأبرة الخلط. طبعا هذا فرض معتقد خاطئ موجود خاصة بالمجتمع العراقي أنه من يصير عنده حرارة يصير أنه صارت وصلت حالة وفيات بالضبط، من يصير عنده فلونزا قويه يصير التهاب قصبات قوي، يصير التهاب بلعوم قوي، يروح لاقرب مضمد موجود خلط له ابرتين وضربني اياهم. طبعا هذا خطا طبي كبير خطأ كلش. صحيح. الناس ما تعرف به خلط الادويه، اي دواء لا يمكن خلطه في سرنجه واحده، لا يمكن اعطائه مره واحده، هذا اول خطا. ثاني خطا الادويه ما تفيد اي شيء، يعني المريض ياخذها ما يستفاد منها نهائي، عباره عن تقليل حراره فائده وقتيه وبعدين يرجع مريض كما كنت. الأمراض بغالبها لو كان هنالك وعي عند الناس هي أمراض فيروسية ما تحتاج لا أنتيبايتيك ولا تحتاج أبرة، تحتاج علاج تحفظي اللي هو عبارة عن مسكنات الحرارة، مضادات الاحتقان، والراحة البيتية وخلاص. الخطوة الثانية نحن لازم نأكد عليها بالمجتمع أنه كيفية الوقاية مو بس فقط العلاج للشخص المصاب. نحن هسه نشوف مثلا في المدرسة الطفل مصاب بالزكام، المفروض الإدارة راسا تخبر الأهل والطفل يبقى في البيت لمنع انتقال الفيروس من شخص إلى آخر. صح. دكتور هسه تعرف احنا فصل الشتاء وأكثر شيء الأمراض تتكاثر. يعني دي يقولون انه احنا لازم نشرب شيء دافي مثلا شوربه او سوائل. نعم. ساخنه. نعم. تتوقع انه هاي علاج؟ نعم هاي ما تعتبر علاج، وانما تعتبر هذه زياده مقاومه الجسم للفيروس الموجود. الكل يعرف انه الشخص من ينصاب بالزكام او بالفلو او بالالتهابات المجال التنفسيه العليا راح يصير عنده ارتفاع حراره، مع ارتفاع الحراره راح يصير تنفس سريع، تيبس بالحلق، تيبس بالمجاري التنفسية العليا، التيبس راح يزيد الالتهاب أكثر. الوقاية من هذا هو شرب السوائل الحارة، شرب الشاي، الحليب، السوائل الدافئة
بكل أنواعها تعتبر كوقاية للمريض أو كزيادة لمناعة مقاومة الجسم للمرض نفسه. أكيد بالأخير إحنا نقول الوقاية خير من العلاج. طبعاً هي الوقاية خير من العلاج. أكيد دكتور. زين دكتور، أكو لقاح للأمراض مثل الإنفلونزا أو للزكام؟ الزكام بطبيعة حاله لحد الآن المرض الزكام ما صنع لقاح خاص به. المشكلة مو مشكلة التصنيع ولا مشكلة أنه هل يقدرون يسوون لقاح لا، لأن فيروس الزكام هو عبارة عن أكثر من 200 صنف. نحن إذا نريد نسوي لقاح لازم نسوي 200 جرأة حتى شخص نحميه من الزكام، وهي عملية صعبة جدا ولا يمكن على المستوى الطبي أن تكون ناجحة. أما بالنسبة للإنفلونزا أو المرض الفلو، هذا اللقاح مالته متوفر، موجود في المستشفيات، موجود في المراكز الصحية، يعطى مو لكل الأشخاص، غالبا نحن نوصف اللقاح الكبار السن اللي عمرهم فوق 60 سنة، اللي عندهم مشاكل عجز القلب، عجز التنفس، عجز الكلية، اللي كان مرض سكري كبير جدا بالعمر وعنده مشاكل تنفسية، ممكن نوصف له لقاح الإنفلونزا. ومرات بعض الأطفال اللي يتعرضون إلى التهابات متكررة بالمجاري التنفسية العليا، ممكن هؤلاء اللي أقل من 5 سنوات هم ذهبيه فترة اللقاح بفترة معينة وبعدين ينتهي. اللقاح غالبا يكون من الشهر 10 إلى شهر 1 اللي هو الموسم الزكام أو الفلو. بالضبط. لقاح الفلو هذا مو لقاح الزكام، الزكام ما بيه لقاح، الفلو بيه لقاح، ينعطي من الشهر 10 إلى شهر 1 للأطفال الصغيرين المعرضين اللي بكثرة والكبار العمر اللي عندهم نسميه ريسك فاكتور، مثلا مريض عنده سكري وعنده عجز قلب، مريض عنده سكري وعنده عجز كلية، مريض ياخذ أدوية كيميائية لازم ياخذها. طبعا اللقاح الفلو لازم، اكو مرض يقول انا اخذت حمله اول لقاح، اللقاح لازم سنويا يتجدد، كل سنة لازم كل سنة يتجدد. لان اللقاح الفلو يعطي مناعة لمدة سنة واحدة ولجين معين من الفلو فيروس، وبعدها السنة اللي بعدها راح يتغير الفيروس، فلازم يجدد اللقاح سنويا ياخذ جرعة واحدة. طبعا هذا موجود بس نحن ما مستخدم بكثرة في العراق. شكرا دكتور، شكرا حضرتك، وشكرا على النصائح اللي قدمتها لنا. اهلا وسهلا فيك. مشاهدينا ما طول هسه احنا بعدنا فقره الصحه، خلينا نشوف هذا الريبورتاج ونتعرف على الاطعمه التي تساعد على حرق الدهون. ابقوا معي. العراق هو منجم للمفكرين والمبدعين والفنانين ومن كل محافظات العراق، ومن محافظة ميسان ويانا أحمد صالح، شخص مبدع استطاع على أحمد صالح بهذا الريبورتاج، وبعدها راجعين. سكر المكان الأخضر الجميل الواسع بمزارع قصب السكر الكبيرة، الأمر الذي انعكس علي من ناحية الاهتمام بالبيئة والجماليات الأماكن. منذ أكثر من 5 أو 6 سنوات
أنتجت ما يقارب 280 عفوا 186 فيديو قصير حول موضوع الأهوار والسياحة في الأهوار ومحاولة استثمار الأمن والأمان الموجود في الجنوب لأغراض السياحة. قمت بحملات كبيرة واسعة جدا بين أبناء الريف، توعيتهم من ناحية التعامل مع السائح، من ناحية التعامل مع البيئة، ومن ناحية استثمار ما لديهم لينعكس ماديا واقتصاديا على وضعهم الحالي. قمنا بمشاريع متعددة، وإن كانت محدودة الانتشار ولكن لها أثر بالغ في أماكنها، حول موضوع الجفاف وموضوع التنسيق المياه وموضوع التنوع الإحيائي والبيئي في ذلك المكان. أصدقائي، وهسه وصلنا لمنطقة صافية كلش، وبدنا نراويكم النباتات اللي تحت الماء. هذا النباتات الجميلة، هذا أولا اسمه الوخم، بعدين هذا اسمه غزيزي، هذا الناعم، وبعدين ذاك الشمبلان جوه. شوفوا جماله، شوفوا يعني هذا. هسه أنت تصدق، هسه أنت بالعراق وبالعمارة وبالهور ومنو شايف هيك أشياء جميلة ورائعة؟ والله رائعة. بالربيع هاي طلع زهور حمراء، الزهور الحمراء هنا يعني منظر ولا أروع، والله ولا أروع. كثيرا أردد بين أصدقائي وبين صديقاتي والأقارب، أقول يعني حينما تذهب النساء إلى المولات وإلى المتاجر الكبيرة، تذهب لاقتناء الأعواد وأغصان الأشجار المتيبسة كنوع من التحفيات للمنزل. فدوما يعني دوما أردد أنه لنقتني من بيئتنا، لنقتني من بلدنا، لنقتني من حيثياتنا. فبادرت كثيرا بصنع الكثير من المزهريات، من القصب والبردي ونبات البسيليلة وبعض الأشياء اللي أجملها وأزينها بأعشاش لطائر الهزار أو طائر أبو الزعر اللي هو طائر الدخل، وبعضها أجلب معها البيوض الجميلة، فتكون هدية جميلة جدا في البيت وتزين أحد الأركان بشكل أروع مما كان مستورد. كلب الماء اسم القضاعة بالفصحى، اسم القضاعة العراقية ناعمة الفراء، ويعد من أجود أنواع الفراء وأنعمها. وبالمنظمات الدولية البيئية يسمى الماكسويل نسبة إلى العالم جيمك ماكسويل اللي أخذ جرو من عنده، وهو في اسكتلندا حاليا، موجود إلى تمثال كبير في بريطانيا ولكن باسكتلندا. بالمحلية اسمه تشليه بالمي، إلى نوعين الأشهب والأسود. هذا اللي خلفي اللي هو يعد من النوع الأسود، وإن كان لونه جوزي غامق ولكن هو يعد من النوع الأسود، لأنه هو عمره هسه لم يبلغ الحول السنة كاملة، فراح يتحول لون اللحية مالته من هنا إلى الأبيض، ويطعن لون جلده إلى فروته إلى الأسود.
هذا الكلب كان يصاد بطريقة كبيرة وواسعة النطاق ويباع إلى الموصل ثم إلى تركيا ثم إلى أوروبا، يستخدمون من عنده الفرو والجلود مالته. وهذا من أهم أسباب، يعني أهم سببين هن صيد الجائر اللي كان عليه، والسبب الآخر هو تنشيف الأهوار مما تسبب بتناقص أعداده بشكل كبير ومخيف جداً. هو حاليا موجود على قائمة الريد ليست، القائمة الحمراء المهددة بالانقراض جدا. النوع الأشهب اللي هو الفراء الطويل مالته موجود ولكن قليل، والنوع الأسود هو نادر جدا. احمد كلش حلوه، وتحديدا انا عجبتني لانه يجمع الانتيكات القديمه كلها ويحطها ببيته. انا اكيد ما عندي بالبيت، بس مجرد انه اروح المتاحف واطلع عليها بس ما اخذه جاي للبيت. اوكي، ويا احمد راح نختم حلقتنا لهذا اليوم. ان شاء الله يا رب تكونوا استفاديتوا واستمتعتوا ويانا بالمشاهده. انتظروني حلقه قادمه ومواضيع جديده اكيد. الى اللقاء، باي باي.